اهلا بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج تصفيات كاس العالم 2026. المفاجات والاثاره اكيد كانت عنوان للتصفيات الافريقيه خلال المباريات خلال طبعا فتره التوقف الاخيره في شهر يونيو، والمنافسه مشتعله في كل المجموعات، واكيد ده طبعا عشان يخطفوا تذاكر التاهل لنسخه مونديال 2026 والمقام في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا. واكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين القاره السمراء هتشارك في النسخة اللي جاية دي بتسع مقاعد مضمونة، بجانب كمان مقعد عاشر إن شاء الله محتمل وممكن إن هو يكون من نصيب أحد المنتخبات الأفريقية من الملحق العالمي. مستمرين مع حضراتكم في متابعة مشوار التصفيات لحد النهاية، واللي أكيد بنتمنى إن هي تكون بتكلل بالنجاح للمنتخب الوطني الأول منتخبنا المصري في الوصول لنهائيات المونديال. ومعانا أكيد شركاء النجاح أورا ديفلوبرز، البنك الأهلي المصري، اتصالات واكتر. تابعونا في حلقه جديده من تصفيات كاس العالم 2026. بنرحب ضيفنا النهارده احمد نجيب المحلل الرياضي عشان نتكلم معاه اكتر اكيد عن التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026 في القاره الافريقيه. منورنا النهارده. شيما ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اكيد سعيده بوجودك معانا النهارده، واكيد كمان عندنا كلام كتير وكلام مفصل عن كل المجموعات المشاركه في بطوله كاس العالم او في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026. يمكن امبارح اتكلمنا بالتفصيل عن اول ثلاث مجموعات، فالنهارده خليني ابتدي معاك من المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه اللي اكيد فيها يعني حاجه سعيده جدا بالنسبة لنا كلنا كعرب، وهو وجود المنتخب الليبي في وصفة ترتيب المجموعة. أكيد يعني ده شيء بيحسب للمنتخبات العربية كلها بشكل عام، وأكيد كلنا سعداء جدا بالنتائج اللي ممكن نقول عليها إن هي إيجابية بشكل كبير جدا بالنسبة لمنتخب ليبيا برغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر على الدوري الليبي في السنين اللي فاتت. حقيقة المنتخب الليبي واحد من مفاجأتين عربيتين سعيدتين في التصفيات دي بجانب المنتخب السوداني. فالمعتاد دائما ان مصر، المغرب، تونس، الجزائر هم المنتخبات العربيه اللي دائما بتكون في صداره مجموعات او في المنافسه على بطاقه الصعود لكاس العالم. كنا دائما طول الوقت بنفتقد ليبيا، بنفتقد السودان من الدول العربيه الكبيره في التصفيات. الحقيقه المره دي في مفاجاه بوجود المنتخب الليبي في مجموعه صعبه، واحده من المجموعات القويه الحقيقه، مجموعه بتضم معاه منتخب الكاميروني، ومعروف من هو الكاميرون على مستوى افريقيا وعلى مستوى التاهل لكاس العالم. كمان تضم معاك منتخب من المنتخبات الصاعده بقوه زي منتخب الراس الاخضر، وواجهناه مؤخرا في كاس الامم الافريقيه، وعارفين مدى قوته وخروجه من الادوار المتاخره يعني في البطوله. وكمان بتضم منتخب انجولا بالمستوى الحالي اللي قدمه في كاس الامم الافريقيه. في الحقيقه مجموعه صعبه. اكيد عايزين كمان نقف عند نقطة ميتشو اللي تولى الإدارة الفنية لمنتخب ليبيا. يمكن في أكتوبر اللي فات خاض 13 مباراة ما بين ودية وما بين مباريات رسمية، قدر يفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 ويخسر في مباراتين. شفت ده إزاي؟ أو يمكن مباراة واحدة. مباراة واحدة الأخيرة الراس الأخضر الأخيرة بالظبط. شفت ده ازاي؟ وشفت قد ايه ساهم ميتشو في الاداء الحالي او في كمان يعني الترتيب والموقع اللي فيه دلوقتي منتخب ليبيا ما بين المجموعه اللي بيشارك فيها في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 26. لو استعرضنا الاسماء اللي تناوبت على تدريب المنتخب الليبي ما قبل ميتشو ما بين محليه او اجنبيه، هنلاقي ان في عنصر مهم ناقص عند كل الاسماء دي. الاجانب كان دايما بيجيبوا اسماء عالميه، فاتوا جابوا خافير كليمنتي، واحد من المدربين الكبار جدا على مستوى اسبانيا ومستوى اوروبا والعالم، واسامي كتير تانية، ولكن كانت عنصر وخبره التجربه جوه افريقيا والتدريب جوه افريقيا كان ناقصهم. اسامي المحليه كمان ينطبق على نفس الشيء، ممكن يكونوا قريبين من اللاعبين، عارفين يتعاملوا معاهم، فاهمين طبيعه اللاعبين كويس، ولكن برضو الخبره الافريقيه قليله. هو داخل المجموعه دي تصنيف رابع ومن المنتخبات القليله يعني قبل التصفيات. فهل بيحقق نتائج؟ هل نقل المنتخب الليبي نقله للامام؟ بكل تاكيد ده حصل. المواقف الصعبه والظروف اللي مر بيها زي امتناع اللاعبين المحترفين، هل قدر يتغلب على المشكله دي ويعوضهم ببدلاء من الدوري المحلي؟ قدر يعمل ده. صحيح. ايه ناقصه عشان عقده يتجدد؟ والحقيقه هم هيكونوا مضطرين لتجديد العقد برضه، لان التصفيات مكمله، التصفيات بتلعب على مدار سنتين. فلما اجيب مدرب ناجح بمقاييس النتائج، هو ناجح، وخليه سنه واحده بس وما جددلوش عقده، طب اكمل التصفيات ازاي؟ فبكل تاكيد الاخوه يعني في الاتحاد الليبي. خليني كمان اسالك عن الجزئيه الخاصه بلعب التصفيات على مدار السنتين. طبعا الفرق ما بين كل جوله للجوله الثانيه او يمكن كل جولتين بيكون فرق كبير جدا. بنشوف ان في لعيبه مستواها بيهبط، في لعيبه ثانيه بتطلع جديده مستواها بيكون افضل، مدربين كمان بيتغيروا، بنشوف حاجات كتير جدا بتتغير خلال السنتين دول. هل ده شايفه عامل ايجابي ولا سلبي بالنسبه للمنتخبات المشاركه؟ هو سلبي بالنسبه للمنتخبات الصغيره اللي بتجيب مستوى وفورمه جيده بس الفترات قليله.
يعني على سبيل المثال ممكن منتخب ليبيا او منتخب الراس الاخضر يبقوا من المنتخبات اللي تخوض التحدي ده. هم ما عندهمش العمق الكبير في اللاعبين الدوليين، العمق اللي يسمح ان لاعب عدد كبير من اللاعبين، لو في لعيب دولي مستوى اقل، عندي لاعبين دوليين كتير قوي عندهم تجارب، وعندي لاعبين محترفين كتير قوي بره دولتي اقدر اجيبهم واستعين بيهم، زي مثلا عند المنتخب الكاميروني. فالمنتخبات الصغيره اللي بتوصل لطفره في المستوى بتحتاج ان التصفيات تبقى رتمها اسرع وتخلص اسرع من كده، علشان ما يضطروش ان يحصل هبوط في المستوى، لان سنتين فتره طويله جدا. احنا لعبنا 4 جولات، لسه فاضل 6 مباريات، المباراه الخامسه لن تلعب قبل مارس 2025. 9 شهور كاملين، كتير، 9 شهور كاملين، ده فتره طويله جدا. ممكن نشوف لاعب مهم او لاعب من القوائم الاساسيه لاي منتخب بيجي له مثلا لا قدر الله اصابه بتخليه يبعد تماما عن المنتخب، ممكن لفتره طويله توصل لسنه. ففي الحاله دي برضو بيكون الحسابات الخاصه باي مدير فني بتتلخبط تماما وبترتبك تماما في الفتره دي. صحيح، اللعب على مدار فتره طويله جدا عامل ايجابي للمنتخبات الكبيره. المنتخبات الكبيره عندها ميزتين، الميزه الاولى عمق كبير جدا في اللاعبين الدوليين او الذين يصلحون للتمثيل الدولي، سواء لانهم محترفين في اوروبا او في دوريات كبيره او حتى في الدوري المحلي عندهم لاعبين عندهم خبره بالمنافسات الوطنيه. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ان المنتخب الكبير لو عانى من هبوط في المستوى في احد التوقفات الدوليه يقدر يستعيد نفسه بعدها في اي توقف دولي قادم، لانه عنده من الخبرات ما يسمح له بده. يعني صحيح. في بعض المجموعات هتلاقي منتخبات نيجيريا، جنوب افريقيا، السنغال نهت الجوله الرابعه من التصفيات وهي مش على قمه مجموعتها، بس ده الجوله الخامسه والسادسه هتشهد ان دول يرجعوا على قمه الجدول ترتيب مجموعتهم تاني. صحيح، يمكن دي كانت من المفاجات الخاصه بالتصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026. احنا نلاقي المنتخب السنغالي ما بيقدمش الاداء اللي يعني منتظر منه، بالنسبه كمان لمنتخب نيجيريا اللي شايفينه في المركز القبل الاخير في ترتيب مجموعته. فيمكن دي برضو من المفاجات والحاجات الغريبه اللي حصلت خلال التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم في اول 40% او اول 4 جولات منها. صحيح. اكيد لسه الحديث ممتد عن المجموعة الرابعة وكمان المجموعة الخامسة والسادسة النهاردة، أكيد هناخدهم بالتفاصيل، ولكن هنطلع سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل محاضراتكم النهاردة في تصفيات كأس العالم 2026. رجعنا سريعا في تصفيات كاس العالم 2026. نجيب، اكيد لسه الحديث مستمر عن المجموعه الرابعه في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026، زي ما اتكلمنا عن المنتخب الليبي اللي بيحتل حاليا وصفه الترتيب، عايزين نتكلم بقى عن المنتخب اللي بيحتل حاليا صداره ترتيب المجموعه الرابعه، المنتخب الكاميروني، اللي بالرغم من الازمات اللي شفناها في الفتره اللي فاتت من قبل رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم الاسطوره سامويل اتو مع وزاره الرياضه هناك، واختيارهم لمارك بريس المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون برغم يعني اعتراض سامويل اتو على هذا الاختيار. طبعا شفنا ان ساعتها وزاره الرياضه بترد وبتقول انا اللي بدفع الراتب، اذا انا من حقي ان انا اختار المدير الفني برغم كل الازمات دي، ولكن شفنا المنتخب الكاميروني بيقدم اداء هايل وبتصدر مجموعته. هو الحقيقه الوضع المنفجر ما بين الاتحاد الكاميروني ووزاره الرياضه الكاميرونيه، او تحديدا ما بين سامويل اتو ووزير الرياضه الكاميروني، مش وليد اللحظه او النهارده بس. المنتخب الكاميروني بيعاني من فتره من سوء النتائج وكمان سوء الاداء. حتى البطوله اللي نظمت على الارض اللي هي قبل السابقه فشل في الفوز بيها. صحيح. وخرج على ايد المنتخب المصري ضربات الجزاء رغم كل تعاطف التحكيم وكل التسهيلات اللي اتقدمت له في البطوله دي، ولكنه في النهايه فشل. البطوله الحاليه او الاخيره اللي كانت في كوت ديفوار تاهل بشق الانفس من المجموعه اللي ضمت معاه غينيا وجامبيا والسنغال، ثم واجه المنتخب النيجيري في دور ال 16 وخرج بسهوله بدون ما يترك اي بصمه على مستوى الاداء. صحيح. الحاجه المشتركه بين البطولتين انهم كانوا تحت قياده الاسطوره ريجوبرت سونج، هو المدير الفني للمنتخب الكاميروني وصديق سامويل ايتو المقرب. كاداري وكراجل صاحب منصب كبير، كراجل بيقود الاتحاد الكاميروني لكره القدم، لم ينجح حتى الان وما قدمش اي حاجه للمنتخب الكاميروني، او في عهده ما قدمش المنتخب الكاميروني اي نجاحات، شايف ده ايه السبب فيه؟ هو مش مشغول بكره القدم للاسف، هو مشغول بالتصريحات، مشغول بالصراعات، مشغول بفرض الراي، مشغول بتعيين اصدقائه زي قصه ريجوبرت سونج وتعيينه في قياده المنتخب في كاس الامم الافريقيه. واحده من الحاجات اللي بتؤخذ على سامويل ايتو ان هو نجم كوره كبير وكل حاجه، ولكن نجوميته كلاعب لن تشفع له ابدا، او مش هتدي له الرصيد الكافي كاداري او كرئيس اتحاد، او تخلي نجاحه مضمون.
فلازم ان هو يشتغل ويتعب ويشوف ان الاداره ليها ابجديات، ما يقدرش يعتمد على نجوميته اللي حققها بالفعل في كره القدم في الاعوام اللي فاتت او في الماضي، ان هو يتكل على ده ويكون شايف ان ده بيساعده في اداره المنتخب، ولكن للاسف النتائج اللي بيحققها المنتخب الكاميروني في عهده ما كانتش ابدا موفقه. صحيح، انت كلاعب تاريخي للمنتخب الكاميروني، كنت لاعب ناشئ وبعدين كنت لاعب كبرت وتدرجت في صفوف المنتخبات الكاميرونيه ثم اصبحت قائد من القاده التاريخيين لمنتخب الكاميرون، فانت مريت بكل المراحل، فانت عارف قد ايه الاستقرار مهم، عارف قد ايه قيمه المدرب انه يكون كويس وقريب من اللاعبين وقادر يبقى عنده افكار وقادر يطور اللاعبين، عارف قيمه الحاجات دي كلها. فليه لما بقيت رئيس اتحاد بتقرر انك تجامل صديقك زي روبرت سونج؟ هل سونج مثلا بتاريخه كله محتاج منتظر مجامله صامويل ايتو عشان يبقى مدير فني المنتخب؟ حقيقه لا، يعني في بعض الحاجات لازم الناس تتخلص في مواقع قياديه لازم تتخلص من المصلحه الشخصيه وتغلب المصلحه العامه. صحيح. طيب خلينا برضو يعني ما نسيبش المنتخب الكاميروني غير لما نتكلم عن لاعب اكيد كان من اهم نجوم المنتخب الكاميروني، كامبي، واعتزاله بيمثل خساره قد ايه بالنسبه للمنتخب الكاميروني بعد عدد كبير جدا من الاهداف اللي احرزه خلال تاريخه مع هذا المنتخب؟ هو كارل توكو إيكامبي طبعا من المهاجمين الكبار اللي تواجدوا في قياده هجوم منتخب الكاميرون لسنين طويله. وجود إيكامبي مع فينسنت ابو بكر كان من الحاجات اللي كل منتخبات افريقيا بتحسد الكاميرون عليها، ان عندها أكيد اتنين رؤوس حربه بالكفاءه دي وبالقوه دي، لعبوا في انديه كتير وعندهم العديد والمزيد من الخبرات في كره القدم. ولكن كان زعل من المستوى السيء اللي الكاميرون قدمته في كاس الامم الافريقيه الاخيره، هو هياثر عليهم بكل تاكيد، اثر عليهم. ولكن المدير الفني البلجيكي حاول انه يتغلب على المشكله دي في التصفيات الاخيره عن طريق الدفع بعدد من اللاعبين، تغيير دماء المنتخب الكاميروني، استدعى في العناصر الاماميه طبعا تثبيت فينسنت ابو بكر قائد المنتخب، ولكن استدعى مجموعه من الاسماء الشابه قدر ان هو يدخلهم في المنتخب ويديهم بعض دقائق اللعب عشان يقدر يطلع منهم مهاجم يكون خليفة لإيكامبي ويستطيع قيادة هجوم منتخب الكاميرون بالتبادل مع فينسنت أبو بكر. طيب اتكلمنا عن كل المنتخبات، فضل بس نتكلم عن الراس الأخضر اللي لينا يمكن معاها ذكريات في بطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت، واللي شفنا ان احنا يعني فكرة التغلب عليها كان صعب جدا، ان احنا بس نتعادل معها كان محتاج يعني فعلا مجهود كبير جدا يعمله منتخبنا الوطني الاول. قولي شايف منتخب الراس الاخضر ممكن يوصل لحد فين، وتتوقع منه ان هو يكون برضو حصان اسود في النسخة الحالية من التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم 26؟ الحقيقة لما نشوف مستوى منتخب الراس الاخضر في كاس الامم الافريقية الاخيرة نتوقع انه يبقى حصان اسود، نتوقع كمان انه ممكن يتصدر المجموعة، نقدم اداء كبير ولاعبين مميزين في كل الخطوط. ولكن لو شاهدنا المباراة الأخيرة مع منتخب الكاميرون في التصفيات اللي كانت في الكاميرون وهزمته بنتيجة ثقيلة الحقيقة، كانوا عانى بشدة قصاد الضغوط الجماهيرية، لعب في الكاميرون قصاد ملعب مليان، دائما طبيعة المنافسة في التصفيات ومباريات الذهاب والإياب، مباراة في ملعبك ومباراة خارج ملعبك، تختلف طبيعة التنافس عن البطولات المجمعة زي كأس أمم أفريقية. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونتكلم عن المجموعة الخامسة بتفاصيلها. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل محاضراتكم هنا في تصفيات كأس العالم 2026. مشاهدينا بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية في تصفيات كاس العالم 2026 المقدم لحضراتكم بالتعاون أكيد مع شركاء النجاح أورا ديفلوبرز، البنك الأهلي المصري، إي أند اتصالات وأكتر. نجيب، نرجع نتكلم مرة تانية عن المجموعات المشاركة في بطولة كاس أو تصفيات كاس العالم 2026. اتكلمنا بالتفصيل عن المجموعة الرابعة، خلينا نروح مع بعض للمجموعة الخامسة اللي بيتصدرها في الوقت الحالي المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي يمكن في السنين اللي فاتت دي شاف طفرة كبيرة جدا خاصة في بطولة كاس العالم لما شفناه بيحتل المركز الرابع. خليني أسألك عن تصدره للمجموعة دي بالرصيد العلامة الكاملة، أخذ 9 نقاط من 3 جولات حتى الآن، شايف منتخب المغرب يقدر يكمل على نفس النهج ده حتى النهاية؟ هيقدر منتخب المغرب من المنتخبات الكبيرة المحترمة على مستوى قارة أفريقيا ودائم التأهل لكاس العالم، وكمان جدد بأنه حقق نتائج جيدة جدا وممتازة الحقيقة. صحيح. بحصول على المركز الرابع في كاس العالم الأخير. فوق كل ده وده الظروف بتخدم في المجموعة الحقيقة، لأن المجموعة بعد ما كانت 6 منتخبات أصبحت 5 منتخبات، فعدد المباريات قل كمان. قل طبعا، فبقى في فرصة إن هم يريحوا جولتين أو يلعبوا مباراتين أقل من أي فريق في التصفيات كلها. المنتخبات اللي معاهم برضو
اسمها مش كبير يعني، معهم تنزانيا، النيجر، زامبيا، الكونغو، اساميهم مش كبيره، وكمان بيمروا بفترات انحدار كبيره في مستواهم. صحيح. يعني منتخب زامبيا بعد ما بدا بالفوز 4 في المباراه الاولى خسر 3 مباريات اللي بعد كده، رغم ان دي اقيمت، دي تصفيات اقيمت يعني الجولات الاولى والثانيه تلعبوا سوا والثالثه والرابعه تلعبوا سوا، فكان الفتره مش طويله مش كبيره. منتخب زامبيا وتنزانيا الاثنين بالمناسبه اللي هم موجودين معاه في التصفيات دي كانوا معاه في كاس الامم الافريقيه الاخيره. صحيح. فهو عارفهم وحافظهم، مفيش اي مفاجاه من اي نوع ممكن تواجه المنتخب المغربي وبيواجه زامبيا وتنزانيا. في الجوله الثالثه والرابعه قدروا انه يفوزوا على زامبيا 2-1 في المغرب في جوه ملعبه، وبعدين كان المفروض يلعب الكونغو بره ملعبه في الكونغو، ولكنه استضاف المباراه. الاتحاد الكونغولي عنده مشاكل في السفر وعنده مشاكل في اقامه المباراه، وملعبه لم يكن واخد الاعتماد، وبعدين اخذ الاعتماد قبل بدايه الجوله دي بالتصفيات بايام قليله. فتم الاتفاق مع الاتحاد المغربي على نقل المباراه للمغرب. المغرب قدرت تفوز 6-0 على الكونغو. تشكيل المغرب في المباراتين تجديد دماء المنتخب، اللاعبين اللي تم استخدامهم، التخلص من بعض اللاعبين اللي كانوا مسببين مشاكل فنيه في تشكيل الفريق في كاس الامم الافريقيه الاخيره، طريقه اللعب برضو والتخلي عن بعض القناعات الفنيه من وليد الركراكي المدير الفني، خلتنا نشهد او نشوف منتخب المغرب في ثوب جديد في المباراتين الاخيرتين، تخلينا واثقين بنسبه كبيره قوي ان هم قادرين على حسم التاهل، لان هم لعبوا 3 مباريات في 4 مجموعات معهم العلامه الكامله. حتى بالظبط هم المنتخب الوحيد في التسع مجموعات كلهم في التصفيات اللي معاه العلامه الكامله، مع ولكن هم برضو يعني منتخب ما لعبش غير 3 مباريات بعكس اغلب المنتخبات، مع 100% من النقاط اللي لعب عليها الحقيقه، مع وجود مباراتين اقل، هيلعب مباراتين اقل يعني من كل الفرق، مع منافسين مستواهم فعلا متواضع جدا مقارنه بالمنافسين اللي في باقي المجموعات، فالمغرب في طريقها لحسم صداره المجموعه والتاهل لكاس العالم. طب خليني برضه اسالك على المنتخب المغربي وحضوره اللي دايما بتكون افضل في تصفيات المتاهل لبطوله كاس العالم، ووصول لكاس العالم افضل بكتير جدا من بطوله افريقيا. تفتكر ايه السبب؟ السبب الرئيسي انه مش بيواجه منتخبات كبيره، يعني هو في دايما المغرب في دايما في تصنيف الفرق الافريقيه الاوائل. يعني طبعاً. ما بيصطدمش في تصفيات كاس العالم، ما بيصطدمش بنيجيريا، ما بيصطدمش بجنوب افريقيا، بالكاميرون، بمصر، بتونس، بالجزائر، ما بيصطدمش بدول. فالمغرب بيعرف يتعامل كويس جدا مع المنتخبات المتوسطة التصنيف أو المتأخرة في التصنيف على مستوى قارة أفريقيا. الحاجة الثانية كمان إن لعيبة المنتخب المغرب كلهم محترفين بره، فلما بيجوا يلعبوا التصفيات بيقعدوا أسبوع، 3 أيام 4 أيام، العملية بالنسبة لهم بتبقى سهلة، ما بيغيبوش كتير عن أنديتهم. كأس أفريقيا بتبقى عبء ثقيل على لاعبين كتير محترفين. صحيح. في أوروبا، وياما بنسمع إن لاعبين بيعتذروا على الانضمام لمنتخبات بلادهم في كأس أفريقيا وإقامتها في يناير في منتصف الموسم في الدوريات الأوروبية، فدي كلها بتكون عقبات إن لاعيب المغرب المحترفين في أوروبا يقدروا يأدوا بشكل كويس ويتألقوا ويساعدوا منتخبهم في كأس أفريقيا. صحيح. طيب برضو يمكن الناس اكيد كلها عارفين ان السبب ان منتخب المغرب لعب 3 مباريات هو انسحاب منتخب اريتريا من هذه المجموعه. خليني برضو اسالك عن منتخب تنزانيا، وشفته ازاي خلال المواجهات اللي لعبها في هذه المجموعه؟ هي تنزانيا من المنتخبات اللي دايما انديتها عندها طفره كويسه في افريقيا، اهم 2 ممثلين لتنزانيا سيمبا ويانج افريكانز متواجدين دائما على الاقل يعني في الثمانيه الكبار في افريقيا، بيشاركوا باستمرار في البطولات القارية. ولكن منتخب تنزانيا تصنيفه في وسط المنتخبات الأفريقية مش زي أبدا تصنيف أنديته في وسط الأندية الأفريقية، رغم أن منتخب تنزانيا أغلب قوامه من لاعبي سيمبا ولاعبي يانج أفريكانز والمحترفين اللي فيه قليلين جدا. هو منتخب تنزانيا محتاج الحقيقة تجربة أشبه بتجربة ميتشو مع المنتخب الليبي، محتاج يجيب مدرب في توقيت مناسب يديله عنده دراية بالقارة الأفريقية صحيح. اتفق معاك جدا. اكيد لسه الحديث مستمر عن التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026، لكن معادنا دلوقتي مع فاصل سريع، وبعد الفاصل اكيد هنرجع ونواصل مع حضراتكم، خليكم معانا. مشاهدينا رجعنا مرة تانية لتصفيات كاس العالم 2026، ولسه الحديث مستمر مع أحمد نجيب المحلل الرياضي اللي بنتكلم معاه عن المجموعات اللي في التصفيات اللي بتؤهل لبطولة كاس العالم 2026. بنوصل معاك بقى للحديث عن المجموعة السادسة بالتفصيل، المجموعة السادسة اللي بيصدرها في الوقت الحالي المنتخب الأيفواري بطل أفريقيا، واللي حقيقي يعني محقق أرقام مهمة جدا. أول حاجة هو معاه 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، بالإضافة كمان إن هو حتى الآن أحرز 12 هدف، وده أكبر رقم ما بين الأهداف اللي تم تسجيلها خلال التصفيات حتى الآن حتى الجولة الرابعة، كمان بالإضافة أنه لم يستقبل أي أهداف حتى الآن. صحيح.
بطل افريقيا، حتى لو بطولة افريقيا جت بسيناريو درامي غريب جدا ما يتكررش، مليان مفاجآت. صحيح، منتخب بعد ما كان خرج من البطولة فعليا ولكن رجع البطولة بسيناريو درامي في المجموعات الاخرى، وتأهل من ضمن افضل احسن توالت، لاعب المرشح الاول بطولة المنتخب السنغالي، وقدر انه يرجع في الدقيقة في الوقت الاضافي من الهزيمة ويفوز بضربات الجزاء. سيناريوهات كتير هاي النسخة اللي فاتت دي كانت نسخة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة دي من معنى. زي ما اتكلمنا عن نجوم الكوديفوار لازم نتكلم عن نجوم منتخب الجابون، وأوباميانج اكيد واحد من اهم نجوم هذا المنتخب. خليني اسالك عن دوره واهميته خلال التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026. أوباميانج مسيره احترافيه كبيره على مستوى الانديه الاوروبيه، يمكن اشهرها نادي ارسنال في انجلترا، وحاليا في مارسيليا الفرنسي، وبيقدم مستويات ملفته للنظر رغم انه في نهايه مشواره، ولا كبر في السن خلاص، ولكنه قادر يستمر بمستوى جيد، بيقود المنتخب الايفواري كمان، ومخليهم قريبين من هم لعبوا اربع مباريات، قدروا ان هم يكسبوا ثلاثه وخسروا مباراه واحده فقط. يمكن كينيا كمان كانت قادره ان هي توقف قطر الانتصارات الخاصه بمنتخب الايفواري. لعبت مع كوت ديفوار وتعادلت 0-0، بينما هي المباراه اللي قبلها في ملعبها اتعادلت مع بوريندي، يعني في ملعبك 1-1 مع بوريندي، منتخب نتيجه سيئه جدا للمنتخب الكيني. بعدها 0-0 مع كوت ديفوار، طب ما انت تقدر اهو، بس هي الفرقه الصغيره، ثبات المستوى، القدره على ان هم يقدموا مستوى كويس ثابت لفترات طويله، الحقيقه دي مشكله بتواجه اغلب منتخبات. فهو بكل تاكيد اجابه السؤال ان مفيش منتخب خارج الجابون وكوت ديفوار قادر ابدا على صنع المفاجاه والتاهل على المجموعه دي. طيب، من خلال بقى الحديث النهارده عن الثلاث مجموعات بالتفصيل، المجموعه الرابعه والخامسه والسادسه، خليني اسالك عن ابرز المفاجآت اللي انت شفتها من خلال يعني متابعتك للمباريات او الجولات اللي فاتت الاربعه حتى الان. طيب، ابرز المفاجآت الصراع الرباعي في المجموعه الرابعه، ليبيا، الكاميرون، كاب فيردي، وانجولا، دي اهم مفاجاه في الاربع مجموعات، في الثلاث مجموعات اللي كنا عنهم النهارده. مجموعه المغرب ما فيش فيها اي مفاجآت من اي نوع، مجموعه كوت ديفوار والجابون هي مجموعه منطقيه وطبيعيه، بس المجموعه دي ممكن يحصل فيها مفاجاه قدام لو قدرت الجابون على الشرط اللي قلناه انها تحتفظ بفرق المجموعه، يعني في خلال بعد عوده التصفيات او نهايات التصفيات هتنتهي في اكتوبر 2025، لو قدرت الجابون توصل اكتوبر 2025 وهي متاخره عن كوت ديفوار بنقطه واحده بس، ساعتها الاحتمالات كلها مفتوحه والجابون هتبقى قادره على تحقيق اكبر مفاجاه في تصفيات كاس العالم الحاليه. صحيح، اللي هي اقصاء بطل افريقيا. صحيح. طيب، خلينا نتكلم كمان عن المنتخبات العربيه المشاركه في التصفيات اللي بتؤهل لبطوله كاس العالم 2026 حتى الان، النتائج كلها تقريبا نتائج ايجابيه بشكل كبير جدا، ويمكن شايفين ان المنتخبات العربيه بتتصدر مجموعاتها في الوقت الحالي. تتوقع ايه للمنتخبات العربيه في المشوار الخاص ببطوله كاس العالم 26 في النسخه المقبله؟ مصر ان شاء الله هتكمل صدارتها التصفيات وهتتاهل لكاس العالم، فاحنا بنتكلم عن مصر، تونس، المغرب، السودان. مصر وتونس المغرب ما عندهمش مشاكل ان شاء الله في التاهل لكاس العالم. السودان حاليا في صداره مجموعتها، ولكن على حساب مين؟ السنغال. صحيح، فرق نقطتين، فصعب، وضع صعب بالنسبه للمنتخب السوداني، ولكن نتمنى لهم كل التوفيق ان هم يقدروا يستمروا في الوضع في صداره المجموعه والتاهل. هم رجعوا بعد المباراه الاخيره مع جنوب، قدروا يفوزوا على جنوب السودان خارج ملعبهم 3-0 ويحرزوا 3 نقاط غاليه، مباراه ما بين اتنين جيران طبعا، مباريات دربيات. فمنتخب السودان عنده مشوار صعب جدا للسنغال في الجولات القادمه، لان هو لعب مع السنغال خلاص في ملعبه، عنده السنغال في السنغال، بعد كده هتبقى مباراه صعبه. صحيح، هو الضغط كله على دي. أكيد. ليبيا كمان الصراع رباعي، الصراع مفتوح، لعبوا ماتش اخر مباراه مع كاب فيردي خارج ملعبهم اتغلبوها، اتمنى ان هم يكونوا اتعلموا من التجربه، ان هم لسه رايحين للكاميرون. أكيد. فلما يلعبوا الكاميرون في الكاميرون دي مباراه صعبه جدا، دي برده اكبر تحدي لهم، قدروا يتخطوا المباراه دي، ممكن يكونوا في الصدارة بعد كده. ممكن بعد كده يكونوا في الصدارة، الحسابات مفتوحة في المجموعة الرابعة، كل الحسابات قائمة وكل الحسابات مفتوحة. واحنا برضو بنتكلم عن اننا انجزنا حتى الان 40% فقط من المشوار للوصول لكاس العالم 2026، فاكيد لسه الامال وكل الاماني ممكنة بالنسبة. صحيح. لكل المنتخبات، اكيد الكل عنده يعني الحق ان هو يحلم وحلمه يوصله لبطولة كاس العالم 2026، خاصة ان في 9 منتخبات افريقية هيكونوا موجودين لاول مرة في بطولة كاس العالم، بالاضافة كمان لمقعد اخر قد يكون من نصيب واحد من المنتخبات الافريقية. فكرة كمان ان يعني العدد زاد وصل للرقم ده بيدي امال كبير وفرص كبيره جدا لكل المنتخبات ان هي تحلم وتكون عندها دوافع كبيره ان هي تورينا كمان اداء مختلف ولعب حلو ولعب لطيف جدا نشوفه خلال التصفيات. صحيح، كاس العالم شكله اتغير، الحلم اصبح متاح للجميع، انت
48 منتخب، من حق كل بلد او كل منتخب في العالم يحلم انه يكون موجود من وسطهم. نظام التصفيات كمان بيساعد الفرق، لان المجموعات مقسمه حسب التصنيف، بتقام على فترات طويله. لو انت مستواك سيء في فتره التوقف صحيح. ترجع بعد فتره تحسن مستواك. لو انت مستواك كويس في فتره فعندك امل انك تحافظ عليه الفترات اللي بعدها. فالحقيقه ان التصفيات نظامها عادل جدا، توزيع المجموعات برضو عادل جدا، تقريبا كل مجموعات قوتها متقاربه، ولكن خلينا نشوف اللي ممكن يحصل الفترات اللي جايه ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. نجيب اكيد نورتنا النهارده في تصفيات كاس العالم 2026، سعدت جدا بوجودك معانا. مشاهدينا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده من تصفيات كاس العالم 2026، برنامج المقدم يكون بالتعاون مع شركاء النجاح اورا ديفلوبرز، البنك الاهلي المصري، اي اند اتصالات واكتر. ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده، تصبحوا على خير.